مشاهدينا اهلا ومرحبا بكم معنا في هذا البث المباشر من مدينه الدار البيضاء. وقبل ما نعرفوا القصه ديال هذه السيده المناضله المكافحه، الرقم ديالها 07 71 27 19 04، 07 71 27 19 04، هذا هو الرقم ديالها للمساعدة. هاد السيدة كانت عايشة في الخير، ولكن الدنيا كدور وتا واحد ما يثق في الدنيا. دويرتها مشات ليها في السيزي، لقات راسها ساكنة في بيت مع 5 ديال الأطفال، ماشي بيت. حنا راه بغينا نديرو المباشر من تما، ولكن ما عندهاش الريزو، فاضطرينا أننا نخرجوا للزنقة باش نديرو مباشر. يعني ساكنة في شبه بيت، ربما ما كيناش حتى متر ونص ديال المسافة، كينعسو 5 ديال الناس، مرضات بضيق التنفس، ها هما كلشي الأدوية كيضيق عليها التنفس، مرضات بالكبد بالأعصاب. وقالت لك انا دويرتي ما تيقتش ان دويرتي غتباع ليا في السيزي. من بعد ملي كنت عايشه في الخير وكنت على خير وبخير، تقلبات بيا الدنيا. السلام عليكم اختي. السلام عليكم. وعليكم السلام. خذي نتمنى بخير ان شاء الله باذن الله تعالى. واخا قلتي لي انا كنت عايشه مبرعه، تفضلي. مع وليداتي مع كلشي، مشات لي دابا داري في السيزي. كيفاش كنتي عايشه شحال هادي؟ كيفاش عايشه مع عائله مع لبس عليا، المهم خاصني حتى شي حاجه، مع وليداتي مع الدار متسعه. الدار متسعه كله وبيته كله، ودابا مشات لي في السيزي. دابا انا محوزه في واحد البيت من الصوره كله، غادي تطيع لي الدار، وعندي انا 5 نفوس ومريضه دابا بالضيقه. كيفاش مشات لك السيزي الدار؟ ما صبت باش نخلص، كنت مشي زيت عليها الكريدي، كنت دايره كسيده وترس وهزيت شي كريدي عليها، وبقات هكا كاين ما خلص. غير باش نشرح للمشاهدين، دابا هي الدويره هزيتي عليها كريدي باش تخلصي، باش تداوي راسك. تفضلي. وصافي دابا انا مريضه دابا بالضيقه، مريضه بالكبده، مريضه دابا عندي بنكريه، عندي القلب دردوي ما كدورش ليا، العصب كنطيح في الزنقه كيبقى دايز ليا فمي بالدم. دابا نطلب الناس يتعاونوا معايا، يديروا معايا شي حل. ما انا مكرفسه بزاف، مع ولادي ما كيتسالوش واحد الكرفس. ما ظنيتيش شي نهار تقلب؟ لا ما عنديش دابا، حتى ما ناكل وما كنشرب والو. كنت خدامه عليهم، ما قلتليش نخدم، ما قديش نخدم والو. ولادي باقيين صغار وكيتكرفسوا ليا دابا. ما لقيتي ليهم جهد؟ ما لقيت ليهم جهد والو. دابا كنطلب سيدي ربي وين نشوف هذا، خرجوا ليا دابا الدواء. الروابط كيديرش ليا يوميا، كيدير 3700 واحد ب 4000 ريال و 400. دابا خرج لي الليرين نديرو ب 64، ما صبت بهاش غلب الله. خدامه في الدور دابا، ما صافي ما طاحت ليا الصح. دابا كنتجلل من رجليا، ما كنقدش نوقف، ما كنقدر نوقف، ما كنقدر نتمشى، ما والو. الليل كله وانا كنطرط. دابا ضروري ضراني ديك البنكريا فوق المعده منفوخه ليا بزاف، ضروري خاصك تجيبي الدواء ديالك باش تشربي. ملي كنشرب الدواء ديالي الدره الدمويه كيضرني هادشي ديال المعده، الماكله ما كدوش ليا والو. وانا كنطلب الله، نطلبكم المحسنين المتوفين، وجه الله لا قبل لوليداتي ولا انا، رساليت من قلب صحتي. إذا كيف كتبعوا معنا مشاهدينا بالدموع، هاد السيدة كتوجه النداء للمحسنين. دابا الزنقة ما عنديش الريزة، والله عالم بيا كون شدو لداخل ما تقدروش تنافسو. دابا مشينا لداخل الدار، فعلا كتعيش في واحد الظروف اللي قاسية، البيت ما فيهش متر ونص، كله مقشر مكرفس، يعني كاين سداري واحد ديال البونج فين كينعسو 5 ديال الوليدات، 5 ديال الاطفال، الله يحسن العوان. ها هو الدواء اللي كتقول السيده كتخنق، وداك البيت ما فيه لا شرجم لا والو، يعني كيزيد مرضها. الدويره ديالها يعني شقه ديال العمر كيف كنقولوا، مشى. واخا لالا النداء ديالك اليوم، النداء كنطلب سيدي ربي المحسن المشوفين لله، على قبل دوك الوليدات، ولا انا قلت لي صحتي ما تليت نقد نزل نحط لا والو. ولادي اللي ما جبت لهم دابا الان، دابا ما عندهم حتى ما يتعشاو، ما عندهمش والو. لا دابا كل واحد كينعس ثلاثه على السداري، ما عنديش باش نتغطى.
لا حول ولا قوة إلا بالله. الرقم 071 27 19 04. هذا هو الرقم ديال السيدة اللي كتحتاج للدعم والمساعدة. دارها غتمشي ليها في السيزي، ما عندهاش باش تخلصها دواياتها نتوما، يعني ما عندهاش كيفاش أنها تشري الدواء، ضرها الكبدة، العظم عيا باش أنها تخرج وتخدم وتوحى غير في الديور. كنطيح في الزنقة. تفضلي لالا. كنطيح في الزنقة بعد من النمس، أنا جيت كنقول غادا تلقيت راسي الناس مجموعين اللي ما عاقلاش على راسي، وليت مابقاش كنعقل على راسي بالعصب ملي مشى ليا ما حالي. دابا كنشرب هذا الدواء باش نعس، دابا مابقاش كنعس، دابا كيضرني في القلب، دابا هذا منوع عليا نشربو، خصني نعس كنعش. اذا نتمنوا يا ربي. عندي وليد تا هو عنده الضيقه، عنده 14 عام مريض، عندي دري عنده مرض نفساني بالصدمه. يعني ولدها الكبير عنده 18 عام جاه مرض نفساني بالصدمه، وديال ان الاحوال كيفاش تقلبات بهم والدنيا كيفاش تقلبات بهم. كنتمنوا يا ربي يفرجها عليهم في النهار، كنتمنوا قلوب الرحيمه يتصلوا بهاد السيده ويعاونوها. راه قالتها لي في التليفون، قالت لي باش نتصل وباش نبغي نوجه هاد النداء، راه صعيب عليا خاصه وانني كنت عايشه في العز وكنت عايشه مرتاحه والدار كبيره شويه لقيت راسي، وكل وبيته شويه لقيت راسي انها متر ونص جامعنا حنا بخمسه. مشرده كنتسمى مشرده. البارح ما دخلت 12 الليل خايفه الضن تطيع عليا وما قديش ندوي. لا حول ولا قوة إلا بالله. مرة أخرى 07 71 27 19 04. نتمنوا النداء ديال السيدة يوصل لمشاهدينا. ما بقى لي إلا نودعكم، دمتم في أمان الله، إلى اللقاء.